انا معايا منيو النهارده. في سؤال دايما لما بيجوا الزملاء من طبعا النجوم اللي بنشوفهم على الشاشه هو اللي بيحط لنا المنيو بتاعنا. انا شايفه ما شاء الله حاجات كده تفتح النفس. ملوخيه طبعا في فرخه في الشعريه يبقى في رز اكيد في جلاش عجينه جلاش قشطه بالظبط وماتيريال ومكونات يعني موجوده كلها. في اي بيت بالظبط مش حاجه غريبه بالظبط هي تختلف في الاسم المسمى بتاع الاكله. اذا معانا ملوخيه ومعانا فراخ وعشان انا بعزك وبحترمك جدا شكرا يا شيف وانت استاذتنا كتر خيرك انا معايا عيش متكسر اظن كده الاجابه معروفه كده يبقى فتة على طول كده يبقى فتة على طول جبتها لك على بلاطه عيش متكسر يبقى فتة الملوخيه بالدجاج حاجه جديده يعني بس هنعملها ازاي بيه تفاصيلها هنشوفها فتة الملوخيه بالدجاج يعني عارفه فتة اللحمه العاديه اللي احنا بنعملها دي جديده عليا بصراحه لا هنشوف نشوف بقى يعني بنسلق الفرخه ونغذيها بكل جرنيه كده وتاخد طعم شوربه حلوه نعمل من الشوربه الملوخيه والطشه وناخد من الشوربه دي نسقسق العيش وبعدين نحط شويه رز عليهم شويه ملوخيه والفرخه دي تتحمر تقطع 8 10 بقى تكفي عيله البركه اكله امي يعني بركه ونرصها على الرز والملوخيه البركه والله عندك حق يا شيف البركه فعلا ليه لما بعمل نفس المقادير اللي ماما الاكله اللي بتعملها ما بتطلعش بنفس النفس ما بتطلعش مزبوط. سبحان الله فبحس انه هي البركه حلو. هي هو التاتش ده التاتش اللي بيدي اللي الاكله طعمه الريحه اللي هي بتشتغل بدون مقادير بدون سبحان الله ولا أي حاجة. فعلا حقيقي وانت عارف اكله الملوخيه طبعا اكله مصريه من الاكلات اللي مش هتتوثق ده العالم كله اتعلم ياكلها من ايدينا اليابانيين عملوها كبسولات وياخدوها كل يوم الصبح دلوقتي على الريق لا والله بجد والله العظيم المعلومه دي بجد ما هم اذكياء ليه يا فندم والله من كبسوله الملوخيه دي يا نهار ابيض ايه سر الملوخيه يا شيف الملوخيه بتساعد على الهضم قيمتها الغذائيه عاليه جدا سهله المضغ كبار السن اطفال انا عندي بنوتي بتموت فيها واحنا كمان في البيت يعني بنحبها جدا عايزه تسكت لا نامي احنا اكلت ملوخيه بكره بس ايه السر اللي بتخليها كل مره معاك تطلع ناجحه الشوربه بتاعتها لازم نهتم بيها قوي الشوربه ما حدش يغطيها وهي بتغلى على النار يعني في تفاصيل كده هي اللي بتخليها ناجحه يا فندم لا ده حضرتك الاستاذ اشكرك باقي المنيو عندنا عجينه جلاش وقشطه ومكسرات وسمنه بلدي هايل هايل طب خلينا انا مع الجلاش ايه رايك النهارده يبقى صينيه جلاش بالقشطه خلينا انا مع الجلاش وشعريه ومشروم ماشي بما ان المشروم بروتين نباتي لطيف فهنعمل شوربة الشعرية بالمشروم بس التوليفة دي غريبة برضو عليا حلو الشعرية بالمشروم بالمشروم يعني اللي مش بياكل فراخ واللي ملوش اقبالية على اللحوم وشوية فيجيتيريان فاحنا ادينا له الشعرية بشوربة اللحمة وشوربة الفراخ مع مشروم على فكرة دي وجبة يعني دي وجبة. هي لوحدها كده وجبة خلاص ياخده كده ويتفرج ويفتح التلفزيون القناة الأولى وخلص بالظبط كده اهو يا حبيبي الجماهير وحبيبي الفقير والغني طبق فول الله والقدرة الصغيرة بتاعتي الجميلة الحلوة دي عارف يا شيف أنا لازم يوم في رمضان وأفصل عن اللحوم والفراخ وكده وآكل فول بالقوطة يا دي بقى مزاج حلال والله العظيم دي مزاج. انا عامل لك النهارده فول بالقوطه يا اسكندريه الله اسكندريه لا خالص القوطه دي اسكندريه مش عارفه بس انا بقولها كده دايما فول بالطماطم النهارده والكزبره حبيبي